أوصل إلى ساحل من مجموعة هذه الأحداث أشوف نفسي لا بعدني في اليم، و مو أقل من 300 مقابلة تلفزيونية مسوي، مو أقل من 3000 مقال كاتب في الصحف خلال 60 سنة، لقاءات اللي ما ينشر ما تنشر تفاصيلها، الكتب أكثر من 20 كتاب. البارحة كنا في مفاوضات حول الانتخابات القادمة، الشيء اللي شفع لنا هو أننا ما زلنا نحتفظ بهذه الأوراق. هذه الأوراق أهم من الكلام، شو تتكلم وعندك الوثيقة؟ ما عندك وثيقة لا تتكلم. سبق أن تحدثنا عن استفادة ميشيل عفلق مما كتبه أرنولد توينبي المؤرخ البريطاني في موضوع هذا اللي بنى عليه فلسفته، نسميه الانقلابية اللي هي العودة والاعتكاف والعودة والتحدي والاستجابة. وقف ذهني دائما أدخل في مكان في مفاوضات أو في مؤتمر ويصير في بي سر، هذا السر إذا حكيته بعد 30 سنة من يصدقك؟ شنو الوثيقة اللي عندك؟ فألجأ إلى الجريدة وأكتب شيء عنه حتى للمستقبل تكون هاي هي الوثيقة مالتي. من يصدق منكم أن انتقادي اللي تحدثت به في حلقة سابقة واللي كثير من الناس قسم صدقوه قسم ما صدقوه، أو قسم آخر لا صدقوه لأنه يعني بدأ أتكلم عن غيبيات، هاي فلسفة أرنولد توينبي قال، هذا ميشيل عفلق قال، من السابق منهم؟ ذاك أسبق من ميشيل عفلق بكثير وأعمق، ذاك فيلسوف، ميشيل عفلق مو فيلسوف سياسي. إذا ميشيل عفلق هو ماخذ من أرنولد توينبي، مو توينبي ماخذ منه، ما معقول هاي. فلما أشرت لها سنة 61 وأنا بثانوية الرمادي دا حاضر، سنة 77 هو مات، توينبي مات 77، أنا كنت رئيس تحرير الباء، هاي فرصتي أن أكتب، فكتبت توينبي رجل من أقربائنا. شوفوا 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 شلون فوته شلون لوفه، رجل من أقربائنا، يعني شلون القريب يورث قريبه، احنا ورثناه، رجل من أقربائنا. وتكلمت عن هذا اللي بدي اقول لكم اياه، ان الانقلابيه قلت هو قال كذا احنا سميناها انقلابيه، هو قال التحدي والاستجابه احنا طبقنا التحدي والاستجابه على فكرنا. هذا المقال، هذا المقال حتى لا احد يقول يا المجله وين، صدق مجله ام مجله، هاي الباء العدد 26 تشرين الاول 1977، افتحها حتى حطيت المقال والغيت التسلسل في الموضوعات الاخبار والكذا والتقارير ابعدتها وقدمتها، بينما عاده اخلي انا ببسط الصفحه هذه ببسط المجله، المقال خلي ببسط المجله.
بس متعمدا في عنوان صارخ. موضوع الكويت ودخولها والخروج منها، ليش صدام حسين ما سوى انقلاب؟ الكويتيين ما مستعد يبيعون بلدهم، المعارضة الكويتية ما مستعدة تعطي الكويت صدام حسين لو ايش قد ما يكون. اولا عندهم وطنية كويتية لا شك في ذلك، ثانيا هم مكتفين، هم زعماء، فلم يكن واحد منهم عمال، يمكن واحد منهم اتذكر شب تشويه الربع باجتماع من طلع اللي اجتمع وياه وفهمت بعد لسه على قيد الحياة واسمه مؤيد، شاب نشط فدائي قمز، قال عبارة مالتهم شلون مو نظمنا، ما يعرف يقول ما تسمعت مش قال العبارة مالتهم مو نظمنا ولا كسبنا العبارة، يعني صار ويانا واحد بس من الكويتيين اللي كانوا يتعاملوا مع العراق، ولا منهم مستعد يصير عميل بالعراق؟ احمد الخطيب هذا الزعيم القومي العربي مستحيل، خالد المسعود مستحيل، عبد الله النيباري القومي العربي الاصيل، سامي المنيس القومي العربي الاصيل، كتله قوميه تسوى ثقل قومي، ما كانوا عملاء العراق ابدا، ولا شوف ولا احد قدر يخلي احمد جر الله عميل عنده، ما محتاج يصير عميل، ليش يصير عميل؟ حكومته تحترمه وهو جريدته ماشيه، وتحول من جريده صغيره صار عنده جامبو شخصيه تنقله من مكان الى مكان، هو رجال يعني بداياته بسيطه، وجابه احمد جابه جابر العلي. انا اعتقد ان الحرب العراقيه الايرانيه اللي بدت حتى بمفهوم انها ستنتهي خلال اسبوع واستمرت 8 سنوات هي المسؤوله عن مجيء النظام الحالي، لان الحروب تنتج مجتمع آخر، الحروب تنتج مجتمع مختلف، تضيع كثير من المقاييس والقيم، تطلع منظومة جديدة من القيم. من يتصور أن الدولة العثمانية الإسلامية توافق على فتح مباغي في المدن الرئيسية للدولة العثمانية ومنها بغداد والمبغى اللي فتحوه منطقة الميدان؟ من يصور هذا؟ الحرب توصل تدفع سلطان يعني يسموه خليفة يسموه أمير المؤمنين أن يوافق على فتح مبغى لممارسة الزنا، وينسى أنه الموقف الشرعي من هالشغله هاي، واستعان بالقانون الفرنسي لفتح المبغى، ولما جو الانجليز دخلوا بغداد سنه 1917 بادر، اول شيء فكروا به اغلاق المبغى، فقدمت نصيحه لهم انه ليش تتحرشون بالناس؟ شو عليكم بيهم؟ هم مسلمين وعرب وعراقيين وفاتحين هاي الشغله، انتم مسيحيين انجليز محتلين، شو عليكم بهاي الشغله هاي؟ قالوا ما عندنا احنا بلدنا ما يجاز المبغى، البغاء، ليش ما يجاز بريطانيا؟ مو كبغاء، القانون مالهم مو البريطاني شفته، مو لانه بغاء، هو ممنوع
لأن عندهم قانون منع انتشار الأمراض السارية. بما أن الببغاء سبب للأمراض السارية إذا ممنوع، لكن تنشر المحافظة والله تنشر اتخذت قرارات ما اتخذتها الدولة الإسلامية في زمن الدولة العثمانية. تنشر ألغت أي شيء حيسوها ألغتها. أكو بلاي بوي محل مع القمار مشهور هذا، قالت احنا اقتصادنا ما يقوم على البغاء والقمار والكذا، هاي جناية. وين راحت الصناعة؟ وين الزراعة؟ وين العلم؟ فأغلقتها. هذه امرأة شريفة كانت، هاي تاتشر العظيمة أغلقت بالوقت اللي هاي المؤسسات موجودة في الدول العربية. الحرب العراقية الإيرانية أوجدت عشرات العراقيات المشردات، وإلى الآن راحوا قسم منهم ستر عليهم اللجوء السياسي، وقسم منهم لجوء إنساني، وقسم منهم اشتغلوا، قسم منهم لا اشتغلوا، اشتغلوا بالملاهي، لأنه جيل نشأ جيل حرب ما بعد الحرب، بنت ما عدها أهل، وين تروح؟ أبوها قتل، أمها تزوجت مثلا، أخوها قتل، أخوها ماكو، وين تروح؟ فتجي العصابات هذه المنظمات اللي تقتنص هيك ظروف وتدور هيك ظروف وترحلهم وتشغلهم بهالأشغال هذه اللي ما كان لها أن تكون لولا الحروب. مثل هذه تنتج الحرب مجتمعات أخرى، موضوع الثقافة وتدني الثقافة، عدم الشعور بالمسؤولية، مثل ما يقول أحمد بن الضياف الكاتب الفيلسوف التونسي اللي كتب أعظم الكتب في مواجهة الدكتاتورية العثمانية وكان ليبرالي تونسي، يقول هاي القيم بنظام الدكتاتوري ونظام الحروب تتغير القيم، النخوة والشهامة. لهذا شوفنا عندنا مثلا الواسطة شقد كنا نهاجمها ونكتب الواسطة رشوة، هي محترمة، حتى الكتابات مالتي حاطيها كانوا مراكز الشرطة، الواسطة رشوة مثقفة. أنا رحت سوريا وانقلت ابن مرد الناطور، ابن الناطور، جدتي أمه قالت وأبوه قال إحنا هذولا هذا ناقلين للحمص، هو منين له؟ فرحت نقلته، اللي نقله قال لي ورا وافق، قال لي ايش قد استلمت له؟ شنو استلم؟ هاي مرت الناطور مال العماره مالتنا اللي كان، قال لا هذه حقها كذا، يعني يمكن 600 دولار هيك شيء، 600 ما اعطاني شرق. الان ماكو واسطه بالعراق. ليش؟ لان الواسطه نخوه، الواسطه مجانيه، ماكو وسيط ياخذ فلوس بالعراق. يعني يجي تروح انت على طه الشيخني وتقول له عين لي ابني يمك، طه الشيخني ما ياخذ منك فلوس، مدير الشرطه العام، ولا علوان حسين يروح ياخذ من عندك فلوس، مدير الشرطه العام، حتى تعين له شرطي، ولا له سعر، احنا حطوا له سعر، نواب اثروا، يروحوا يعينون ب 2000، 1000 يطول الجهه المسؤوله و1000 لهم، فذا يعينون لهم 1000 بمليون بالسنه. ما يعقل. هذه ما كانت تحدث إلا بعد الحروب، مو لأنه النظام تغير، لأنه النظام وريث نظام ما بعد الحروب. شنو حرب عدة 8 سنوات وبعد الكويت واستمرار الحروب كم سنة؟ الحرب تخلق بعدها مجتمع هكذا،
ينتشر به البغاء، ينتشر به اللصوصية، ينتشر به الرشوة. الأمور اللي إذا تحدث الآن هي في المجتمع، هاي مو سياسة، اجتماع. هذا السياسة ما مسؤول عنها، ماكو بعلم السياسة تروح تبوق، بس قوانين المجتمع. ومن هذه قانون ما بعد الحرب والشعوب ما بعد الحرب، لا تخليك تروح للبغاء، تخليك تبوق، تخليك تصير جاسوس، تخليك تشتغل بالمهن المحرمة. فإحنا الآن في هذه المنطقة، لهذا لا تعتبرون أنه الشيء الموجود الآن هو شيء غريب. هاي الحكومات، هاي الأنظمة، هل شيء يمشي بالمجتمع، هالشيء اللي ما موجود بتاريخ، ما صار بتاريخ العراق. معروف العراق، العراقي أخلاقيته وكذا معروف. هاي أعتقد أنه آن الأوان لأن تتغير هاي الأمور، بس مو أنا اللي غيرها ولا أنت، ولا قرار مثل قبل من مسكات الثورة يغير العراق، ما يتغير. الاتحاد السوفيتي 70 سنة وانتهى، ما مغير له نص مليون. إذا ما فأنا أعتقد أنه بالانتخابات القادمة سيحدث التغيير الاجتماعي. من الوضع الإيراني مرتبك، يعني طلع الأكاذيب اللي صارت والصور الملفقة، ذبها على صفحة الفوتوشوب. بس أكو إشكال في إيران، والإشكال أنه دان درس تاريخ إيران في كتاب مطبعته الأمكنة والمذاهب، اكتشفت أنه بإيران لا يحكم اثنان، وهذا الكلام قلته سابقا، لا يحكم اثنان، يحكم واحد، قد يشترك الاثنان بس واحد ينهي الآخر. لهذا لما تصير حركات، ثورات، امبراطوريات جديدة، تصير تصفيات في نفس الوقت. وهذا أخوهم رضا الشاه ما خلى واحد عنده من أصدقائه ما حطه بالسجن أو قتله حتى يبقى وحده. الآن لا يوجد بديل بعمق وبنفوذ وبكاريزما السيد علي الخامنئي. هاي أخطاء التاريخ، هاي المفروض يعد أحد. لهذا شوف ليش النظام الملكي بسمو بتسامي، أن الملك ما يعتقد اللي جويا هو خصمه، هو ابنه أو أخوه، يصير ولي عهد. فإذا بين ولاية العهد وبين أن يكون ملك 10 سنين، إذن هو صار تلميذ اللي أبوه أو أخوه لمدة 10 سنين، وقد تستمر 20 سنة. فمن يوصل للسلطة يحكم وهو عنده تجربة 20 سنة، تلميذ 20 سنة، هو شريك، دباوع الملك شلون يشتغل، هو اللي عهد يباوع عليه وياه ويشاركه ويسافر هو مكان يصير ملك. هذا يعني يبقى النظام الملكي هو أرقى الأنظمة وأنبلها وأكثر وأقلها ضررا للمجتمع. النظام الجمهوري ما يخلي شخص آخر وياه. لهذا أجل بيد الله بعد السيد الخامنئي من يرثه؟ الرجال المهمين في إيران الآن راحوا طلعوا من الحلقة، حلقة اللي يسموه متطرفين، ما حبذ العبارة، هاي هي حلقة الثورة اللي يتمثلها مبادئ السيد الخميني واللي يشتغل عليها السيد الخامنئي. راحوا إصلاحيين، صاروا مهدي كروبي إصلاحي، رئيس الجمهورية إصلاحي، خاتمي إصلاحي. فالكبار الآن هم إصلاحيين. ولهذا أشوف الاتفاق اللي صار النووي بين أمريكا وبين
أعتقد 15 سنة ماكو اتفاق من هالنوع يحطون بيه زمن. ليش حطوا زمن؟ اتفاق اتفاق، يعني القنبلة النووية محرمة الآن ومحرمة في المستقبل، ليش يخلي 15 سنة؟ هم فكروا أن الخطر ليس في القنبلة وإنما في من يستخدم القنبلة. لما الباكستان راد يسوي قنبلة وصر ذو الفقار علي بوتو، الجهات الدولية، المجتمع الدولي، أصحاب القرار، الدول الغربية، شو يسموهم، الأمريكان، الغرب، شو يسميهم، شافوا أنه وجود قنبلة، هاي يسموها قنبلة إسلامية، هاي راح تهدد إسرائيل، فعدمول البوتو، بوتو يعدم. بوتو زعيم من أعظم زعماء الشرق، لما عدموه جابوا ضياء الحق. إذا تحولت القنبلة من قنبلة إسلامية إلى قنبلة صديقة، فما تخوفهم. هذا الشيء نفسه، هاي النظرية نفسها طبقوها والناس ما تبعت لها، طبقوها بالاتفاق النووي مع إيران، جابوا حطوا زمن. هالزمن هذه هو الزمن اللي يصل به مثلا المرشد الإسلامي إلى سن، يعني سن لابد أن يتغير، إما يكبر ويشيخ أو الأجال بيد الله. فمرحلة هذه إحنا نعد لمجتمع سيأتي بعد السيد الخامنئي، مجتمع صديق، حتى لو أنتت قنبلة فستكون مثل القنبلة الباكستانية. أحد يذكرها قنبلة الباكستانية؟ الناس نسوها. العرب شلون تحمسوا لها؟ كانوا يسعدوا يروحون فدائيين من أجلها. نسوها قنبلة، راحت، لأن ما عادت قنبلة إسلامية يتباهون بها الإسلاميين أو يهددون بها إسرائيل، صارت قنبلة صديقة للغرب. هم يريدون يعرفون أن إيران ما تترك مشروعها النووي، وتشوفون كل يوم يهددون. فالمشروع النووي الإيراني قائم، العرب وين اللي حيروحون؟ أود أن أكشف جانب آخر في هذا الصراع اللي أنجبت الحرب العراقية الإيرانية. شوف إيران بعد الحرب وين صارت، عنوان سبنا، ويريدون الآن يعتبون على إيران أنهم بتدخلوا بشؤون العراق. هل وصلت بينا السذاجة والتسطح إلى مستوى نعتقد به أن دولتين يدخلون بحرب، حرب إبادة، حرب قاسية، حتى استخدموا بها الأسلحة المحرمة، تنتهي الحرب وجهة تضعف وتجي الحكومة، يجي الطرف الآخر بالحرب قلبه محروق وصرت مشلوعة على العراقيين، وإيران تجي الآن تريد ترفع اليد عن العراقيين، شو ذا الكذب هذا؟ أنت شلون تصدق؟ أنت شلون 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 الإعلام؟ الإعلام ما عليه بينا، الناس شلون يصدقون؟ بأي منطق؟ بأي قانون إنساني؟ بأي قانون سياسي؟ بأي قانون تاريخي؟ أن الدولة تدخل ويا حرب 8 سنين وتطلع بخسائر كذا مليون وكذا كذا كذا، يدور الزمن تنتهي كذا، يضعف طرف تجي الأخرى تعطف عليه وتحنو عليه. لا يمكن للإيران أن تحنو على العراق، وهذا طبيعي. هذا إلى اللحظة، هاي إلى اللحظة حركة ألمانيا بعد 80 سنة على الحرب، 75 سنة، إيش صار 75 سنة على الحرب، 75 سنة على الحرب. إلى اللحظة الآن ألمانيا ما لحق تنتج سلاح حربي معين، أو أنه تحرك قواتها خارج بلدها إلا بموافقة الغرب. انتهت الحرب، وألمانيا هي واحدة من الدول الكبرى يجب تكون عضو في مجلس الأمن، ولهذا يقولون 5+1 حتى يضيفون هي ألمانيا اللي ما يقبلون مجلس الأمن. فإذا كانت العقوبات إلى الآن مفروضة على ألمانيا،
والخوف انه المانيا راح تغدر بجيرانها او راح تنتقم او كذا وهي المانيا. شلون تتصورون ان دولة مثل العراق وإيران دخلوا في صراع طويل 4000 سنة من الحروب القديمة؟ هل تعلمون أن اتفاقية الجزائر لقيتها نص موجود في متحف اللوفر على مكتوب رقم وهاي هل قال من عنده مقصوصة؟ هل قال مقصوص من عنده؟ ومترجميه حاطيه اتفاقية بين العراق اللي السومري اللي كان نرامسن الملك وبين عيلام الفارسية وكان ملكهم اسمه خيتة. هي نص اتفاقية الجزائر بين صدام وبين الملك حسين وبين الشريف بين الشاه، نفس اتفاقية الشاه مع صدام حسين في الجزائر اليوم سنة 75، هذه معقودة سنة 2190 أو 390، يعني هيك بل حوالي سنة 2200 بالحدود يعني أكثر، عقدت بين الملك خيتة العيلامي الفارسي وبين الملك الأشوري العراقي نارامسن، ونصها ما يلي: اتفق البلدان تحت حكم الآلهة أن يعيشون بسلام وأن لا حروب بينهما ويتبادلون المعلومات عن أي نشاط حربي بين الطرفين وأن يحاصرون الأشرار اللي يمكن أن يهددون الإثنين. منهم الأشرار هذول الجوتيين، يسمون جوتيين الجوتيين. منهم الجوتيين قبائل على الحدود اللي بينه وبين إيران يعني كردستان، هم ذول أصل الأكراد. فصار الاتفاقية بين جيتة بين خيتة وبين نارامسن لمحاصرة هؤلاء، وحوصروا ونزع سلاحهم وانتهت المشكلة مع الجوتيين، لكن عادوا بقوة واستلموا الحكم 100 سنة الجوتيين في تلك المنطقة. احنا نفس الاتفاقية، اكو مشكلة كردية نريد نخلص من عندها، فصدام حسين نطى شط العرب مقابل ان يتخلص من هالمشكلة، لكن هو في ذهنه انه يلغي الاتفاقية. صدام ما يوقع التوقيع مالته. اتفاقية الجزائر اكو اتفاقية مثلها بين العراق وايران وقعت قبل 4000 سنة. أنا لست من هؤلاء اللي يقولون التاريخ عيد نفسه. شنو تاريخ عيد نفسه؟ شنو تاريخ؟ الشرخ؟ شنو دولاب يفتر؟ شنو هالشيء هذا؟ اللحظة التاريخية تطلع وتروح ما ترجع بعد. بس المشاكل الاجتماعية هي التي تتوالد وتبقى على مدى الدهور إذا ما وجدت الحل. إحنا عايشين في مو منطقة الحرب، في منطقة الحرب. وحتى الآن الحكومة العراقية تنظر للأطراف الأخرى بمنطقة الحرب، وهذا الإشكال الكبير اللي لازم تحل الانتخابات القادمة. وش موضوع وأنا ما زلنا نتكلم عن مذكراتنا وعن صدام حسين وشو موضوع الحرب اللي صار، الحرب العراقية الإيرانية والأمور اللي انتهى لها صدام حسين. اللي راح راح، لكن الانتخابات قادمة والعراق باقي والعراقيين باقين. والسلام عليكم ما بقي العراق.